بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح يرينا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وأنه لا يحب المشقة عليهم حتى في العبادة، حتى في أحب الأعمال إلى الله، حتى في الصيام الذي هو قال الله عنه جل وعلا: أصوموا لي فأنا أجزي به. فهو عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، والوصال هو أن يصوم اليومين والثلاثة والأربعة بدون أن يطعم بينهم شيء، ما يفطر خلال هذه الأيام. والصحابة رضي الله عنهم حريصون كل الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة، وإن شق عليهم ذلك فقالوا: يا رسول الله، إنك تواصل وأنت قدوتنا وأسوتنا، فلما تمنعنا نحن يا رسول الله، وأنت قد غفر الله لك من ذنبك وما تأخر، ونحن خطاؤون ونريد أن نتقرب إلى الله بالصيام في الليل والنهار. فردهم صلى الله عليه وسلم وقال: أيكم مثلي؟ ما فيكم أحد مثلي. أنا لو ما أكلت ولا شربت ما يزيدني الصوم إلا تقربا إلى الله جل وعلا وطمأنينة. فهو عليه الصلاة والسلام قال: أيكم مثلي؟ أنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هل هذا الطعام حسي يأتيه بادية فيها مرق، فيها أكل، فيها شرب، فيها كذا؟ لا يا أخي، لو كان يأتيه ذلك ما اعتبر مواصل ولا اعتبر صائم. إنني أبيت رائع عند ربي يطعمني ويسقيني. فالله جل وعلا يفتح عليه من المحامد والشكر لله والثناء عليه والتوجه إليه بقلبه وقالبه بجسمه وبدنه وقلبه عليه الصلاة والسلام. فهو يعزف عن الطعام والشراب، يكون لا قيمة للطعام والشراب عنده صلى الله عليه وسلم. يرى ذلك الواحد من الناس إذا استأنس وأنس بالبشارة أو بالعلم الطيب أو كذا، رغب عن الطعام والشراب. يقول له: تعال تغد. قال: لا، ما بيه، شبعان من رحمة الله جل وعلا. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام يفتح الله عليه من المحامد والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، فيغنيه عن الطعام والشراب.
لكنهم مع هذا رضي الله عنهم لم ينتهوا رغبة منهم في الخير والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، رغبوا في الوصال، فقال يلا تعالوا معي صوموا، فصاموا اليوم الأول والثاني والثالث حتى رأوا الهلال، ولو لم يروه تلك الليلة لواصلوا كالمنكر لهم، يعني أنه يريد أن يؤدبهم، لما ترغبون في الوصال وأنا ما منعتكم عنه إلا شفقة عليكم وخشية من الملل وخشية من الإرهاق والتعب وخشية من إنهاك الجسم، فالله جل وعلا رؤوف بعباده، والمصطفى صلى الله عليه وسلم رحيم بالأمة صلوات الله وسلامه عليه، يترك العمل الصالح خشية أن يقتدى به وهو يحب أن يعمله ويحب أن يقتدى به، لكن ما فيه من المشقة والتعب على الأمة فهو يتركه صلى الله عليه وسلم خشية على الأمة من التعب والملل، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة خرج من عند عائشة مسرور البال، فدخل الكعبة وصلى فيها ما تيسر من الصلاة، ثم خرج فجاء عاد إلى عائشة رضي الله عنها حزينا كئيبا، قالت ما لك يا رسول الله، خرجت عندي من عندي مسرور ورجعت إلي كئيبا حزينا، لما ما الذي حصل يا رسول الله؟ قال إني دخلت الكعبة وصليت فيها وأخشى أني حرجت أمتي. أعلمه الله جل وعلا بما سيكون، بأن الأمة ستحرص على اقتداء به بدخول الكعبة، ولكن قد لا يتيسر لها ذلك، قد تمنع من دخول الكعبة، فيخشى أن يكون شق على الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة، يقول اعملوا ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الله جل وعلا يثيب على العمل الصالح ويعطي عليه العطاء الجزيل ولا يمل سبحانه، لكن العبد إذا مل من العمل الصالح تركه وازدراه فصار ضعيفا في الأعمال الصالحة، فيخشى عليه من التكاثر والعمل يخشى عليه أن يرجع عن عمله الصالح، والله جل وعلا يحب من عباده إذا عملوا عملا أن يداوموا عليه. فعلينا أيها الإخوة أن ننتبه لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونأخذ بها، وهو عليه الصلاة والسلام يخفي كثيرا من عمله حتى لا يطلع عليه الناس فيخشى أن يعملوا مثل عمله فينحرجوا ويتعبوا. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، حان فطر الصيام، حان الفطر من الصيام بإقبال الليل وإدبار النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام يحب من أمته أن يجتهدوا في الأعمال الصالحة، لكنه لا يحب لهم المشقة، لا يحب لهم المشقة عليه الصلاة والسلام، ويخشى أن المرأة إذا شق عليه العمل يتركه ويضعف عن الأعمال الأخرى، فهو يريد من عبده جل وعلا أن يجتهد وأن يسلك المسلك الوسط، لا إحراج ولا تشديد ولا إرهاق ولا تعب، أد من العمل ما تطيق واترك الشيء الذي يشق عليك. وخاصة أيها الإخوة إذا كان العمل خاصا بالإنسان
فينبغي له أن لا يشق على نفسه كالصلاة أو الصيام أو نحو ذلك من الأعمال الخاصة. أما الأعمال التي يتعدى نفعها فهو عليه الصلاة والسلام يحث عليها، وعلى العبد أن يصبر ويحتسب فيما يعود نفعه على الأمة قاطبة، عليه أن يحرص على النفع. ثم العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم الوصال، أهو حرام أم مكروه أم جائز، ولم يقل أحد منهم إنه واجب، وإنما اختلفوا في هذه الأحكام الثلاثة، أهو محرم لا يجوز الوصال، أم هو مكروه يجوز مع الرغبة في ذلك، أم هو مباح جائز لكل أحد. أقوال للعلماء سنأخذها إن شاء الله في قراءة الشرح. مفردات الحديث: الوصال بكسر الواو وفتح الصاد المهملة مأخوذ من الوصل، والمراد هنا المهملة غير المنقوطة، الصاد المهملة يعني ليست منقوطة، بخلاف الضاد والضاء هذه منقوطة، كما يقال بالدال المعجمة أو بالدال غير المعجمة، دال المعجمة أو المهملة، المعجمة المنقوطة تصير دال، والدال داء منقوطة غير منقوطة. مأخوذ من الوصل، والمراد هنا مواصلة الصيام اليومين فأكثر من غير إفطار بالليل، من غير إفطار بالليل، المواصلة صيام يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام، كما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكان عابدا تقيا رضي الله عنه، رجاء أنه يواصل سبعة أيام جميع ما يأكل فيها أبدا، فإذا أفطر شرب مع الفطور قبل الفطور الزيت يعني السمن والصبر، الصبر يفتق الأمعاء لأن الأمعاء مرتصة ما يفوت معها طعام، لا ماء ولا شراب ولا طعام، فإذا أكل لعق شيء من الصبر ومن الزيت الدهن يفتح الأمعاء، فكان يواصل سبعة أيام متواصلة، وقال بعضهم كان يواصل 15 يوما جميع بدون أن يأكل من في أثنائها شيء رضي الله عنه، وكان عابدا من عباد الصحابة رضي الله عنهم. المنكل بضم الميم وفتح النون ثم كاف مشدودة ثم كاف مشددة، المعاقب لهم بما يردعهم عن مثل صنيعهم. المنكل لهم يعني معاقب لهم، عاقبهم بأن لحوا عليه بالوصال فقال يلا واصلوا، فتح المجال، فلا أنهم رأوا الهلال وهل هلال شوال، فما يسوغ لهم أن يواصلوا الصيام لأنه يحرم الصيام يوم العيد، ولولا أنه يحرم لواصل بهم، لكنه أفطر وأفطروا لما رأى هلال شوال. وقصد من هذا عليه الصلاة والسلام تأديبهم ولا يرغب في التشدد والتعنت وزيادة العمل المرهق للإنسان. ما يؤخذ من الحديث: أولا، الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة لا عنة فيها ولا مشقة، ومشرعها الحكيم الرحيم يكره الغلو في الزيادة على المشروع ولما فيه من تعذيب النفس، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشريعة الإسلامية شريعة سمحة سهلة وسط، لا مشقة في التكاليف ولا سهولة تضيع الأجر، فهو بين
يكون المسلم بين الرغبة في العمل الذي يستطيع فيرغب فيه وبين الإسراف وبين التساهل وتضييع الأعمال، كل هذا لا يجوز، إنما المطلوب منه الوسط التوسط، ما يترك العمل الصالح الذي يطيقه بلا مشقة ولا يترك الواجب عليه، وإنما يأتي بما يستطيعه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يقول عليه الصلاة والسلام. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فالنهي يجب على العبد أن ينتهي مطلقا، إذا نهي عن شيء يجب عليه أن ينتهي، إذا أمر بشيء فإن استطاعه أتى به وإلا فالله جل وعلا قد عذره، وهو حينئذ يكون معذورا. ثانيا، التيسير في العبادة والتسهيل أبقى للعمل وأبعد عن السأم وأقرب إلى العدل، فالمسلم لربه عليه حق، ولنفسه عليه حق، ولأهله عليه حق، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. يعني يعطي الزوجة حقها، ويعطي الأب حقه، ويعطي الأم حقها، ويعطي الأبناء حقهم، وهكذا الواجبات التي عليه كل يعطيه حقه بحسب استطاعته، ولا يبخس هذا لحساب هذا، ولا يضيع الوالدين والأهل لحساب الأولاد، ولا يضيع الأولاد لحساب الوالدين، ولا يقصد كل واجب عليه، ولا يزيد في الواجب إذا كان في ذلك مشقة. ثالثا، يدل الحديث على تحريم الوصال بالصيام اليوم واليومين. الصيام يوم، هذا هو المشروع، ما يجوز أن ينقص من اليوم شيء، لكن يضيف إلى اليوم يوما آخر لا، أو يومين آخرين لا، ما يجوز له ذلك، لأن في هذا مشقة عليه. ولهذا تجد الواحد عندما يفطر حين وقت الإفطار يشتاق إلى الطعام وإلى الشراب ويحرص عليها، فلذا أعطي ما مشتهاه من هذا ولم يمنع منه. رابعا، جوازه للقادر عليه إلى السحر وتركه أولى لتفويته فضيلة التعجيل الفطر عند تحقق الغروب. جواز القادر عليه اللي يقدر على الوصال بدون مشقة وبدون أن يضر نفسه فلا بأس، أو يقدر على الوصال إلى السحر، إلى السحر فيسحر ويفطر جميع في آن واحد، يعني إذا كان قادرا وصبر فلا بأس، لكن لا يجوز للمرء أن يرهق نفسه أو يغشى، ينتظر نفسه حتى يغشى عليه أو نحو ذلك. وتعجيل الإفطار مستحب، فهو بالوصال يؤخر تعجيل الإفطار، يؤجل المستحب ويفعل المكروه. خامسا، رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة، إذ حرم عليها ما يضرهم ويضعف قواهم. فهو عليه الصلاة والسلام ما منعنا من شيء إلا لما فيه من الضرر العظيم، وأمرنا بكل خير ونهانا على الشر، فهو أحرص على الأمة من نفسها على نفسها عليه الصلاة والسلام، يحرص على العبد الذي يجتهد في الطاعات ألا يرهق نفسه، يحرص على العبد الذي يقصر في الطاعات أن يجتهد ويكمل نفسه. وهكذا ينبغي للعبد أن يسير على ضوء السنة. سادسا، الحكمة والله أعلم في النهي عن الوصال هو ما يحصل به من الضعف والسأمة والعجز عن المواظبة على كثير من وظائف الطاعة والقيام بحقوقها، لأن الوصال يصير الإنسان ضعيف، اليوم الثاني لا بأس، اليوم الأول لا بأس، اليوم الثاني يضعف، اليوم الثالث يضعف أكثر، فكلما ضعف
يقصر في العبادات، يقصر في ترك شيء من الواجبات، يقصر في فعل شيء من المحرمات وهكذا. فينبغي له أن يحفظ نفسه ويحفظ بدنه وموازنته لحاله. سابعا، النهي عن الغلو في الدين، فإن الشريعة المحمدية هي الشريعة السمحة المقسطة. النهي عن الغلو، الغلو الزيادة، لا تغلو في نفسك ولا تغلو بالنسبة لإخوانك المسلمين، لا تتهم هذا وتتعرض لهذا. احفظ لسانك عن الأذى، احفظ بدنك عن الأذى، لا تؤذي أحدا ولا تغلو في دين الله ما ليس منه، لا تدخل في الدين ما ليس منه، كن حريصا على الطاعة حسب استطاعتك. ثامنا، إن التكاليف الشرعية شرعت بقدر طاقة الإنسان، فهي مقدرة من الرب الحكيم العليم. الله جل وعلا حكيم عليم، يقرر العبادات حسب ما يستطيع الإنسان بدون مشقة. فالله جل وعلا يخفف عن العباد ما يشق عليهم ينهاهم عنه، فهي تشريع حكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمثلا الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا سهل ميسور يطيقه كل مسلم والحمد لله، لكن لو صار من الليل إلى الليل 24 ساعة ونحو ذلك لشق على بعض الناس وإن قدر عليه البعض. فالله جل وعلا يشرع للعباد ما يحتاجون إليه وما هم قادرون على أدائه بدون كلفة ولا مشقة، لأنه يعلم ما يصلح العبد ويعلم الشيء الذي يضر على العبد، يعلمه قبل أن يضره سبحانه وتعالى فينهاه عن ذلك. فمثلا أكل الميتة يضر العبد، والله نهاه عن ذلك لما فيه من الضرر. وهكذا الأمور المحرمة كلها نهي عنها لما فيها من الضرر. حرم الخمر لما فيه من الضرر، ينهذب العقل ويضر الإنسان، يذهب التوازن ويذهب العمل، يذهب التوازن والاستقامة على طاعة الله، يشغل عن الصلاة. وهكذا حرم الزنا لأنه تختلط فيه الأنساب ولا يدرى هذا ولد من وهذا ولد من، فإنما حفظ الله الأنساب والأولاد بالزواج وأمرنا بإعلانه حتى لا يجهل ولا يقال هذا لمن، وإنما يعلم أن فلانة زوجة فلان وما أتت به من ولد ذكر أو بنت أنثى أنه لفلان، ولا يتعاقب عليها رجلان أبدا. نعم. تاسعا، إن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه الذي يقدر عليه بلا كلفة ولا مشقة، ولا يلحقه في هذا المقام أحد، لأن له مناجاة واتصالا لا يصل إليهما غيره. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة الأمة، لكنه يتميز عن الأمة بأشياء يقدر عليها والأمة ما تقدر عليها، فلذا جعلها الله جل وعلا من خصائصه. فالأمة، أفراد الأمة عموما ما يستطيع أن يعدل إلا في 4 نسوة فقط، ولذا أباح له الزواج بأربع نسوة، وما عدا الأربع ما يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام عنده قدرة والعمل، وعنده التمييز والتكييف والتصريف، يقدر أن يعطي كل ذي حق حقه ولو كثرت النسوة عنده. فهو عليه الصلاة والسلام جمع 9 نسوة
وقسم بينهن بالعدل والسوية عليه الصلاة والسلام. عاشرا، إن غروب الشمس وقت الإفطار لا ولا يحصل به الإفطار إلا لما وإلا لما كان للوصال معنى إذا أفطر بغروب الشمس. وأما معنى الحديث الذي في البخاري ومسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فإن المراد به أنه دخل وقت الإفطار، ويؤيده رواية البخاري فقد حل الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا يعني من جهة المغرب، وأدبر النهار منها هنا من جهة المشرق، فقد أفطر الصائم يعني حان وقت فطور الصائم، وإلا فإنه لا يحكم بفطره ما دام لم يأكل شيئا، وإلا لو كان يفطر فعلا لا يقدر لو أكل أو لم يأكل ما صار وصال، لكنه قول أفطر الصائم يعني حان فطره الصائم هذا وقته. ولو كان المراد به أنه أفطر فعلا لما صار معنى للاستجباء لاستحباب تعجيل الفطر وكراهية الوصال. الحادي عشر، يدل الحديث على أن من ثبت في حق النبي على أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت في حق أمته إلا ما خصه الدليل. أصل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للأمة في كل ما يأتي ويذر إلا ما خصه الدليل، فالدليل يخص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء مثل زواجه بأكثر من أربع عليه الصلاة والسلام، ومثل وجوب قيام الليل عليه على قول من أقوال العلماء رحمه الله أن قيام الليل واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا هذا من قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني لا تشترك معك الأمة في هذا، فهو بقي مستحب في حق الأمة لكنه واجب في حقه صلى الله عليه وسلم. وهكذا فيما يجب عليه صلى الله عليه وسلم فهو يختلف عن الأمة في أشياء تخصه وأشياء تعم الجميع. ثاني عشر، أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لأمته، وقد صنف فيها العلماء كتبا أوسعها الخصائص الكبرى للسيوطي. الخصائص الكبرى يعني الأمور التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة، وقد ألف فيها العلماء رحمهم الله تلمسوا الخصائص الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فذكروها، منها الخصائص الكبرى للإمام السيوطي رحمه الله. خلاف العلماء في حكم الوصال. اختلف العلماء في الطعام والشراب المذكورين في الحديث على قولين. هذا اختلفوا على قولين، والمراد أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هل هو حسي يقدم له الطعام والشراب؟ لا، قال هذا بعض العلماء قال نعم حسي يقدم له الطعام والشراب، يقول لو قدم له الطعام والشراب ما اعتبر صائم ولا مواصل. أحدهما أنه طعام وشراب حسي تمسكا بلفظ الحديث. حسي يعني شيء واقع، يعطى طعام يأكل ويعطى شراب يشرب وهو صائم، هذا ما يصير. الثاني أنه ما يفيض على قلبه صلى الله عليه وسلم من لذيذ المناجات والمعارف،
فإن توارد هذه المعاني الجليلة على القلب تشغله عن الطعام والشراب فيستغني عنهما. ولو كان طعاما حسيا لم يكن مواصلا، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لست كهيئتكم، وهذا أرجح القولين. وقد بسط القول فيه ابن القيم في زاد المعاد. القول الراجح أن المراد ما يفتح الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأنس بالله والتوجه إليه والرغبة فيما عند الله جل وعلا ومشاهدة الثواب والعقاب، فيدرك عليه الصلاة والسلام ذلك ويعرف ثواب عمله، فيكفيه هذا عن الأكل والشرب، وليس أنه يأكل حقيقة أو يشرب حقيقة. واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: محرم ومكروه وجائز مع القدرة. فذهب إلى جوازه عبد الله بن الزبير وبعض السلف، ومنهم عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء، وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة، وذهب الإمام أحمد إلى التفصيل في ذلك، فهو جائز إلى السحر مع أن الأولى تركه، ومكروه أكثر من يوم وليلة. استدل المجيزون بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين، فهو تقرير لهم عليه، فإذا لم يرد المواصل التشبه بأهل الكتاب وأهل البدع ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. واستدل المحرمون بأن النهي يقتضي التحريم، وأما مواصلته بأصحابه فلم يقصد التقرير وإنما قصد التنكيل كما هو في بعض ألفاظ الحديث. مواصلته عليه الصلاة والسلام ما كان لإقرارهم على الوصال، وإنما كالمنكل لهم يؤدبهم عليه الصلاة والسلام، ما أقرهم على الوصال وإنما أدبهم بالمواصلة اليومين والثلاثة. نعم. والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد وبعض السلف قال عنه ابن القيم إنه أعدل الأقوال لما في البخاري من حديث أبي سعيد: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني المواصلة إلى السحر يعني الصائم يأكل أكلة واحدة، عجلها جعلها مثلا بعد الإفطار بعد غروب الشمس تكفيه إلى من بكرة، أو خخرها جعلها في السحر واصل الليل صياما وجعلها في السحر فهي أكلة تكفيه، ولا ينبغي له أن يزيد على ذلك إلا من كان عنده القدرة الكافية وعدم الإرهاق ولا يرهقه ذلك، فهذا مرخص له. والتفصيل في مثل هذا أولى، كذلك الصيام في السفر، كذلك الأعمال الصالحة إذا شقت على العبد فيترخص ويتساهل ويترك بعض الأعمال، وإذا لم تشق عليه فيحرص عليها. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا ممن يتمسك بالسنة ويعض عليها بالنواجذ، إنه سميع مجيب. يقول السائل: دخلت مع جماعة في المسجد يصلون العشاء قصرا، وأنا لم أصلي المغرب فصليت معهم، ثم قمت وصليت الركعة الثالثة بعد أن سلم الإمام وبنية المغرب. لا بأس عليك بهذا الفعل، خيرا فعلته، ما دمت دخلت مع إمام يصلي قصرا العشاء ركعتان، فأنت تصلي صلاة المغرب، وإذا سلم الإمام من الركعتين تقوم وتأتي بالركعة الثالثة بنية المغرب، ثم تصلي العشاء بعدها، لا بأس عليك بذلك. أما إذا كان الإمام يصلي العشاء أربعا
فيحسن بك أن تصلي معه صلاة العشاء بنية صلاة العشاء، ثم إذا سلم قمت أنت وسلمت مع الإمام، قمت وسلمت وأتيت بصلاة المغرب قضاء، أديت صلاة المغرب قضاء، ويسقط عنك الترتيب لأجل إدراك الجماعة. يقول السائل: القراءة السريعة للقرآن دون تدبر ما حكمها في رمضان؟ هذا لا يخلو، إن كانوا فاهم من القرآن ويقرأ سرعة بتدبر فعمله صحيح، لأنه جاء أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن كله في ركعة، وهذا يلزم منه القراءة بسرعة، لأن لو كانت القراءة ببطء ما يمكن أن يكمل القرآن كله بركعة في الليل، يطلع عليه الفجر قبل يكمل. لكن إذا كان بسرعة أمكنه، والسرعة سرعة معقولة يعني يفهم ما يقول، هذا حسن. وأما السرعة غير المعقولة اللي همهم ويركض وما يدري وشوبه ما يصلح. يقول السائل: هل الصلاة على الميت دعاء استفتاح قبل الشروع في قراءة الفاتحة؟ لا يا أخي، تدرك هذا مع إمام أئمة الحرمين، لو استفتحت لركع انتقل الإمام للجزء الثاني الصلاة على النبي قبل أن تكمل الفاتحة، وإنما قراءة الإمام يقرأ على طول يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي بالله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، لأن صلاة الجنازة مشروع فيها الإسراع والتخفيف، ولهذا اقتصر على تكبيرة واحدة واقتصر على قراءة الفاتحة فقط من القرآن، واقتصر على الدعاء المستحب للميت، وهكذا فينبغي لك ألا تستفتح. يقول السائل: صليت اليوم صلاة الضحى الساعة 12 ظهرا، فهل هذا وقت النهي؟ وما هي أوقات النهي؟ الساعة 12 ظهرا ضحى هذا ليس بوقت نهي، وقت النهي قرب الساعة 12 وعشر دقائق، وقت النهي إذا وقفت الشمس في وسط السماء، ولا تقف الشمس في وسط السماء إلا لحظات قليلة ثم تزول إلى جهة الغروب، فيتسير من المشرق إلى المغرب ثم تستقر في وسط السماء عند الزوال، فإذا زالت إلى جهة الغروب فقد خرج وانتهى وقت النهي وبدأ وقت صلاة الظهر. فوقت النهي يسير جدا خاصة بالنسبة لهذا الوقت، وقت الزوال إنه قليل جدا، وقت يسير جدا، ما ينبغي أن يصلي فيه الإنسان يقصد ذلك، وإلا فلا يستغرق لا صلاة ولا غيرها، قلته زمنه قليل. وأوقات النهي منها ما هو قليل ومنها ما هو متسع، فمثلا من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح هذا وقت نهي، ثم من زوال وقت زوال الشمس وقت نهي، ثم وقت بعد العصر بعد صلاة العصر وقت نهي إلى قرب الغروب، ثم يبدأ إذا بدأ غروب الشمس حتى يكتمل قرص الشمس غائبا، فهي ثلاثة أوقات، وإن شئت تقول خمسة أوقات إذا قسمت وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب، إذا قسمت وقت العصر وقتين
وقت الفجر وقتين وقت الزوال وقت واحد. يقول السائل: هل من اعتمر وجب عليه الحج؟ الحج واجب شرعي لا علاقة له بالعمرة، والعمرة واجبة شرعية لا علاقة لها بالحج، يعني إن جمعهما في وقت واحد فحسن، وإلا فله أن يجعل العمرة في وقت والحج في وقت آخر، يحج بلا عمرة ويعتمر بلا حج. يقول السائل: هل حجز المكان بسجادة الذنب يوجب دخول صاحبه النار كما سمعنا من بعض الطلاب؟ لا يا أخي، لا يا أخي، حجز المكان لا يخلو. إن حجزت المكان وأنت في المسجد، كان تحجز لك مكانا في الصف الأول وتقوم للطواف، أو تحجز لك مكان في الصف الأول وتقوم للدرس وترجع إلى المكان، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما إذا حجزت المكان وذهبت إلى أهلك، أو ذهبت إلى دكانك، أو ذهبت للبيع والشراء، فهذا هو الذي يخشى على المرء فيه أن يناله الإثم، لأنه يحجز المكان الذي ليس خاصا به، يكون خاصا به يمنع غيره ممن تقدم عليه، يمنعه من الوصول إلى هذا المكان. يقول السائل: هل تعتبر الصلاة في ساحات الحرم كالصلاة داخل المسجد من حيث الأجر 100,000 صلاة؟ الصلاة المضاعفة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، منهم من قال الصلاة المضاعفة في مكة ما كان داخل الكعبة فقط، وهذا قول مرجوح. الثاني أن الصلاة المضاعفة ما كانت داخل بناء المسجد مع الإمام. الثالث أن الصلاة المضاعفة ما كانت داخل بنيان مكة. الرابع أن الصلاة المضاعفة ما كانت داخل أميال الحرم. فنحن نرجو من الله جل وعلا أن يجعل الصلاة المضاعفة ما كانت داخل أميال الحرم، لأن الحرم له ميزة عن غيره. فالصلاة المضاعفة ما كانت داخل أميال الحرم، سواء كانت في المسجد الحرام هذا أو في غيره من المساجد، لكن لا نقول إن الصلاة في الصف الأول خلف الإمام مثل الصلاة في آخر صف من الصفوف مع تيسر التقدم. لا يا أخي، كلما تقدم وقرب من الإمام فهو أفضل، أما إذا لم يتقدم وترك الصفوف الأولى فاضية فلا يقال له إنه مأجور، أو ما إنما حرم نفسه الأجر والثواب، فهو حسب تيسر المكان عليه أن يسير حتى ينتهي الصف يقف به المكان بحد الإمام. أما إذا كان المسجد مليئا فالصلاة المضاعفة والأجر يناله وإن صلى على الإسفلت والشارع وبعيدا عن المسجد ما دام الجماعة كلهم يصلون مع إمام الحرم. والمرأة صلاتها في بيتها في الفندق في السكن في الشقة أفضل لها من الصلاة في المسجد الحرام، إنما المسجد الحرام تأتي إليه للطواف فقط، أما الصلاة فصلاتها في أقصى بيتها أحب إلى الله من صلاتها في أدنى بيتها، أو عند خروجها من السوق، أو عند المسجد الحرام. كلما اختفت وابتعدت عن مزاحمة الرجال فهو خير لها، وصلاتهن وصلاتها في بيتها خير لها،
يا أيها الذين، يقول الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لا تمنعها أن تصلي في المسجد الحرام أو لم أي مسجد من المساجد إذا رغبت في ذلك، لكنها عليها أن تصلي في بيتها أحب إلى الله وخير لها، لأنها تستتر عن الرجال الأجانب. يقول: هل يجوز إعطاء مال الزكاة إلى الأجنبيين بأسرتهم في دول أوروبية وشيوعية؟ إلى آخر سؤاله. الزكاة، زكاة المال، هذه يجب أن يكون صرفها للمسلم في أي مكان كان، ما يجوز أن تصرف لكافر. وأما صدقة التطوع فيجوز أن تصرفها للكافر المسالم الذي لا يؤذي المسلمين. صدقة التطوع يجوز أن تصرفها للكافر لعله يسلم. وأما الزكاة الواجبة فيجب أن تصرف للمسلمين فقط، سواء كان في بلاد إسلامية أو خارجها، إذا كان مقيما للإسلام متأدبا بآداب الإسلام، إذا كان يحافظ على الصلاة. أما تعطي الزكاة الواجبة لمسلم بالاسم بدون الفعل، تقول: أنت مسلم؟ يقول: نعم. تقول: صلي؟ يقول: لا، ما أصلي. وين الإسلام إذا كانت ما تصلي؟ الصلاة عمود الإسلام، لمن صلى تعطى الزكاة. أما الذي لا يصلي فهو يؤدب بأن يمنع من ترك الصلاة، يؤمر بالصلاة رغم أنفه، فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فيقتل. ما يبقى في المجتمع شخص يقول: أنا مسلم ولا أصلي أبدا. يقول السائل: محرم دخل إلى مكة واغتسل بالصابون وهو محرم، ماذا ما حكمه؟ الاغتسال ما يؤثر على المحرم، يغتسل بالماء والصابون، لكن يحسن به أن يجتنب الصابون المطيب. أما الصابون العادي فلا بأس عليه أن يغتسل به. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.